السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد وخبر جديد من أخبار قناة عبير عامر. وزير الدفاع الكويتي بيقول قرار التحاق النساء بالجيش لا رجعة فيه. خبر معنا بيقول أكد وزير الدفاع الكويتي الشيخ حمد جابر العلي أن قرارات الجيش لا يمكن التراجع عنها في أعقاب تقديم نائب استجواب ضده تضمن أحد محاوره موضوع السماح للكويتيات بالالتحاق بالجيش. وأضاف وزير الدفاع في تصريح مكتوب هذا ما عرف عن المؤسسة العسكرية وهو ما يسري على قرار السماح للمرأة الكويتية بالالتحاق بشرف الخدمة العسكرية الذي يصب في صالح تطوير قدرات الجيش الكويتي كما هو الحال في باقي مؤسسات السلك العسكري في الحرس الوطني والشرطة. كان رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم أعلن اليوم تسلمه طلبين للاستجوابين مقدمين من النائب حمدان العزمي أحدهما موجه لوزير الدفاع. كان الجيش الكويتي أعلن في 12 أكتوبر الماضي فتح باب التسجيل للمواطنات الكويتيات للالتحاق بالجيش والعمل العسكري وذلك بعد سنوات من التحاقهن بسلك الشرطة والحرس الوطني والقضاء ودخولهن البرلمان والحكومة ما أثار ردود فعل متباينة إذ عبر عدد من النواب عن رفضهم للقرار بحجة أنه يهدد العائلة الكويتية. ومن المقرر بحسب وزارة الدفاع أن يفتح باب التسجيل أمام النساء الكويتيات للالتحاق بالجيش الكويتي نهاية ديسمبر المقبل على أن يقتصر عملهن في التخصصات الطبية والطبية المساعدة والتخصصات الفنية.